تعالوا نروح لموضوع تاني لكل عشاق الدوري الانجليزي اللي عارفين ان دلوقتي المنافسه قويه جدا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتوقعات كلها بتقول ان الاقرب لحسم هذا اللقب في الموسم الحالي هو المان سيتي، وده بعد تصدره لجدول الترتيب يمكن بفرق 3 نقط عن المنافس القوي ليه. لكن كره القدم ما فيهاش اي توقعات، ممكن في يوم وليلة تحصل المفاجأة وتتعثر كتيبة جوارديولا في أي مباراة، ويعني يبقى فيه فارق مختلف، ويمكن ده اللي هيبقى فيه حظوظ للفريقين في المباريات الثلاثة الأخيرة هيحسمها المباريات القادمة تحديدا، وهنعرف مين اللي هيتصدر المنافسات. تعالوا نتابع التقرير التالي. في الوقت اللي اتحسمت فيه بطولات الدوري الفرنسي والأسباني والألماني بشكل مبكر، لسه الدوري الإنجليزي ما حسمش البطولة لصالح أي فريق، والفرقتين اللي قريبين من حسم لقب البريمير ليج مانشستر سيتي وليفربول، ويمكن الأقرب لحسم اللقب في الموسم الحالي هو المان سيتي، وده بعد تصدره جدول الترتيب بفرق 3 نقط عن منافسه الليفر. نفس سيناريو الصراع بين الفرقتين كان في موسم 2018-2019، الموسم اللي قدرت تحقق فيه كتيبة بيب جوارديولا اللقب بفرق نقطة واحدة بس على حساب كتيبة يورجن كلوب. السيناريو بيتكرر تاني في الموسم الحالي، لكن المرة دي ممكن يكون الفرق 3 نقط، وده بعد ما فرط ليفربول في المباراة الأخيرة اللي لعبها قدام فريق توتنهام وخرج من المباراة متعادل بنتيجة 1-1. من ناحية تانية، المان سيتي استغل الفرصة ودخل مباراة نيوكاسل بكل حماس وضرب الفريق بخماسية قوية قدر من خلالها ينفرد بالصدارة، وبكده المان سيتي رفع رصيده ل 86 نقطة بفرق 3 نقط عن ليفربول، اللي طبعاً لسه عنده فرصة إن مانشستر سيتي يخسر في أي جولة من ال3 جولات اللي جاية علشان يتساوى معاه في عدد النقط. لكن فرصة الليفر هتكون صعبة لأن السيتي متفوق عليه برضه في فرق الأهداف. لكن كرة القدم محدش يتوقعها، ممكن في يوم وليلة تحصل المفاجأة وتتعثر كتيبة جوارديولا وتخسر أي مباراة، وفي الحالة دي هيتم الاحتكام لفرق الأهداف، أما لو الأهداف متساوية فهنا هيحتكموا لعدد الأهداف المسجلة. لو بصينا على المباريات المتبقية اللي هيلعبها المان سيتي، فهنلاقي عنده مواجهتين بره أرضه ومباراة هتكون على ملعب الاتحاد. المباراة الأولى مؤجلة من الجولة 33 مع وولفرهامبتون، ومباراة تانية مؤجلة برضه من الجولة 37 مع ويست هام يونايتد، والمباراة الأخيرة في الجولة 38 وهيواجه فيها فريق أستون فيلا، ولو فاز في ال3 مباريات دول هيحسم اللقب. من ناحية تانية، ليفربول عنده برضه مواجهتين بره أرضه، ومواجهة هتكون على أنفيلد. المباراة الأولى هيواجه فيها أستون فيلا، والتانية هيلعب قدام ساوثهامبتون، والمباراة الثالثة والأخيرة قدام وولفرهامبتون. لكن في نفس الوقت الريدز عنده مواجهة قوية قدام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اللي هتتلعب يوم 14 مايو، يعني قبل 3 أيام من الجولة الأخيرة في البريمير ليج. كمان ليفربول عنده مباراة أهم بكتير جداً، وهي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا قدام ريال مدريد اللي هتتلعب برضه بعد ما الدوري يخلص بأسبوع واحد بس.